كشف فريق أوبرا الجزائر معلم بالسايح في ندوة صحفية التي أقيمت اليوم بمقر دار الأوبرا بولاد فايد، كشفوا عن البرنامج الفني لموسم الخريف 2018 من شهر سبتمبر إلى شهر ديسمبر المقبل. البرنامج غني وحافل ومتنوع بمختلف الطبوع والأنواع الفنية من أوركسترا شعبي أندلسي وفن الحكي. التصريحات في ميكروفون سارة مبارك. الجديد الاول نظن باللي هو البرمجه، لبرمجه على مدى يكون طويل شويه. هنا في العالم كلهم عندهم برمجه على سنتين الى اخره. ان شاء الله نلحقوا يكون عندنا هذه البرمجه. الموقع الالكتروني لان هو من الوسائل الهامه لايصال المعلومه، لابد ان يكون في تواصل كبير ما بين الجمهور وما بين الاوبرا. ان شاء الله يتجسد هالمشروع نتاع الكتاب اللي هو حوصل على كل حال من اول فكره لدار اوبرا الى تجسيدها الى كل البرمجه الفنيه اللي كانت فيه الى حد اليوم. هذا من ان شاء الله يتجسد في على كل حال في هذا قبل ما يخلص العام، ان شاء الله يخرج في اكتوبر، لكن يخرج ان شاء الله قبل العام.